نفت وزارة التجارة صدور أي قرار بحجب أو إيقاف البطاقة التموينية عن أي مواطن عراقي خلافا للضوابط المعتمدة في التعامل مع المشمولين بنظام البطاقة التموينية والذي يشمل أكثر من 37 مليون عراقي. وقالت الوزارة إنها بصدد التدقيق بالأسماء الكبيرة الموجودة والتي تصل إلى مستوى الأعمار فيها ويصل مستوى الأعمار فيها من 80 فما فوق بسبب وجود وفيات كثيرة في هذه الأعمار وعدم تنزيلها من سجلات المراكز التموينية، الأمر الذي يشكل تجاوزا على المال العام، مؤكدة أنها أوقفت عملية تجهيز البطاقة التموينية للأعمار التي تتجاوز 96 عاما فما فوق بسبب كبار أو كبار السن هذه الأعمار ووجود وفيات لم يتم تحديدها أو الإبلاغ عنها.